تحياتي اخواني، وانا بكم في هذا المباشر لبرنامجكم تاكتيك، واللي اخرناه وخلينا من بعد اللقاء اللي كان قبل قليل لرئيس الحكومه المغربيه السيد سعد الدين العثماني، واللي كان عنده لقاء بطبيعه الحال في مجموعه من القنوات العموميه واجاب على اسئله ديال الحوار اللي كان عنده. صحيح ان كله الموقف ديالو في الاجابه شخصيه، ما عنديش قراءات سياسيه للموضوع، ما تنديرش السياسه وما تعرفش فيها، انما كمواطن عندي اسئله انا في هذا النقاش، خاصة أنك أتمنى بأن استغلال الوظيفة ديالو الشخصية من غير رئيس حكومة، هو إنسان كمثقف وطبيب نفسي، يعني كان خصو يفهم نفسيا بأنه المغاربة تتسناو أخبار، ماشي أخبار زوينة ولا متوسطة ولا خايبة، ولا تتسناو أخبار، لأن دابا النفسية محتاجة تسمع شي حاجة استشراف المستقبل بطريقة أخرى. واش هادشي هو اللي كان؟ الناس بزاف غادي يكون عندها تعليق بطبيعة الحال. علينا تحياتي لكم إخواني، وأهلا بكم في هذا المباشر لبرنامجكم تاكتيك. اليوم غنشاركوا معنا بزاف إخوان، بداية بالناقد والصحفي سيمون عيب المقدم بطبيعة الحال بجريدة المنتخب، وبجريدة المنتخب وموقع المنتخب بوانيت بطبيعة الحال، وكذلك غادي يكون معنا السي مراد فلاح المدرب الوطني، غادي يكون معنا السي حسام الخيدر المسير السابق لخير فريق اتحاد طنجة، ونحاولوا ادراج كذلك السي احمد الحلو، وغدا ان شاء الله يكون عندنا ضيوف اخرين باش نخرجوا، لانه جينا من بعد اجتماع او لقاء تواصلي عن بعد بتقنيه الزوم اللي دارها المكتب الجامعي ومكتب مدير الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، واللي راس اللقاء ورئيس الجامعه السي فوزي القجع، خرجت فيه بزاف التوصيات، كاين بلاغ في مجموعه من التوصيات غنرجعوا لها ان شاء الله على حسب واش هادشي ولا كنا كنتسناوه، واش ما جاش كصيروره اللي ما شفناه قبل قليل من اللقاء ديال السيد رئيس الحكومه السيد سعد الدين العثماني. كل اسئله ثم الاحتمالات ديال قدر تجي، واش فعلا نقدروا نلعبوا الكره؟ الناس سمعنا قبل قليل مزيان شنو تيقول رئيس الحكومه على فتره ذاك الخروج التدريجي اللي تيقول اوصفها بانها الاصعب قطاع حيوي بحال كره القدم، فيه واحد التجمهور كبير، ماقولش جمهور، تجمهور يعني اللاعبين، واش يقدر يرجع هاد السنه؟ واش قبيله ما تعطاناش جواب بانه صعبه هذه المساله هذه الوقت اللي الجامعه تتكلف لجان، يعني لجنه طبيه ثم لجنه لدراسه الوضعيه الماليه للفرق وعقود اللاعبين الى اخره، وتوصيات اللي كاين، وان رفض طلب ديال انديه كره القدم النسويه بموسم ابيض اللي حتى الساعه ما كاينش التصور، واعلان على انه تم خفض 50% من الرواتب ديال الناس اللي كيشتغلوا بالاداره التقنيه الى حد 20000 درهم، ما قل 20000 درهم هما تنقص لهم 20%، ودعم الحكام بشهريه تصل الى 2000 درهم في انتظار تقارير اللي غترفع المكتب مدير الجامعه اللي غيرفعها السلطات، ومن ثم غيتخذ القرار. هذه هي الخلاصه ديال التساؤلات اللي جات قبيله بطبيعه الحال، ولجان ما لا داعي للذكر، غير سيتراسها السي الحجوي، سيتراسها فلان، سيتراسها فلان، هذه فقط شكليات من النقاش، انما النقاش المعمق هو شيء اخر بطبيعه الحال، ولي غادي نرجعوا ليه بعد قليل. غادي نبدا معنا بطبيعه الحال سي منعم المقدم اللي غادي يكون معنا بطبيعه الحال بعد قليل، صحفي زميل والنقيد، ان شاء الله ضيوف اخرين اللي غادي اللي كانوا ناقشوا معنا ان شاء الله كلهم غادي يرجعوا لحيتيات هذا الموضوع، ماشي سنه بيضاء ملح النقاب متصدر، لا ما كايناش المساله، انه لو كانت لنوقشت. انا تاني كنتسائل علاش ما تناقش الترتيب، علاش ما تناقش العله في الترتيب، علاش ما تناقش ما نلعبوش مباراه، واولها لماذا لم يعلن الجامعه طبقا رئيس الجامعه او المكتب المديري طبقا لكذا الملف كذا المتعلق بلقاء الدفاع الجدي والرجاء، فقد اعلنت اللجنه الفلان الفلانيه عن قرار اللي هو كذا، وللمتضرر حق انه يمشي يشوف المسائل ديال القانونيه على الاقل نعرفوا، واش عرفنا شي حاجه؟ تساؤلات كثيره غنجاوبوا عليها، بدايه مع زميلنا سي منعم بالمقدم. اهلا سي منعم. مساء الخير سي امين، تحيه لك وعلى هذا الموعد الجديد اللي كان كنظن استثنائي امين مراعاه الظرفيه ديال اليوم. طيب الحال الظرفيه ديال اليوم اللي هي كانت قبل قليل كان خروج كان ولا بدا نتسناوه ديال رئيس الحكومه المغربيه السيد سعد الدين العثماني، اللي كان قبل قليل وشافوه المغاربه كاملين كنظن اغلبيه الناس المتابعه، واش انت كمواطن او كذلك كانسان كمواطن قبل ما نكونوا احنا صحفيين، مواطن انا مواطن، واش جاوب مع وليداتي، واش جاوب رئيس الحكومه على الاسئله اللي كنت كتنتظرها او طرحت الاسئله اللي كنت كتنتظرها رئيس الحكومه، واش تلقى الاجابات؟
نعم هذا واحد، ثم واش كانت شافيه ونرجعوا طبيعه الحال اللقاء عن بعد او تقنيه الزوم، لان كانوا اخوان في المكتب شفناهم وكانوا اخوان تقنيه الزوم ويمثلون مختلف المختلف الفئات التي تسير كره القدم الوطنيه. نبداو بالحدث الاولي هو لقاء رئيس الحكومه السيد سعد الدين العثماني. هل طرحت الاسئله التي تتمناها؟ وهل كان السيد سعد الدين العثماني مقنعا في الاجوبه اللي غتوضح الصوره امام المغاربه في نظرك؟ امين، انا سمعتك في المداخله ديالك وكنت بكي ومررتي واحد الكلمه فيها جوج ديال الكلمات وكانت معبره. انا قلتي طبيب نفسي. نعم، يعني السيد قبل ما يكون يحمل قبعه قبل ما يكون راه طبيب نفسي كان خصو يفهم بان راه كاين شي حاجه. هذا هو اللي عالجها، وحنا غير في الحديث الهامشي على مستوى العائله الناس عطات واحد الخطاب تطميني. صحيح ما غاديش يكون تيوهبي على الناس الوهم، ولكن واحد الخطاب تيحمل ارقام، تيحمل مؤشرات، تيحمل خارطه الطريق واضحه، تيحمل واحد اللغه ماشي لغه خشب، ولكن واحد الخطاب اللي فيه معطيات يمكن نستدلوا بها على المرحله المقبله. الاهم شيء كان في هذا الشيء اللي ختمت به المقدمه ديال البرنامج ما بعد 20 ماي، وقال بعد داك الشيء اللي قلتي قبيله، قال كلمه امين، قال لك الخروج من الحجر الصحي اصعب من دخوله، ومرحله ستكون محفوفه بمجموعه من الاكراهات واللي غنجيو ليها بالتدريج، لان حسب الغني الاربعاء يعني نهار 18 لنهار 18 باش جات غادي تكون جلسه برلمانيه وفيها غتاخذ الامور واللي غيتاخذ فيها القرار داخل الغرفه التشريعيه. انا شخصيا خطاب بان لي شويه مستهلك بلغه ميكانيكيه عاديه جدا، ما كاين واحد الفئه كانت كترقب وكنت كنتوصل برسائل على المسنجر وتنقول لهم بان راه ماشي مدون سياسي. الناس العالقين في الخارج، ديك الطبقه ديال الناس اللي كاينين اللي كاينين برا مساكن، بغاو يعرفوا تاهم الوضعيه ديالهم، تاهم مواطنين المغاربه الوضعيه اللي كاينه حاليا. كنت بغيت تتناقش معاه تقول له واش كاين الحجر الصحي وطبق السيد العثماني بحذافيره، لان كانت هناك مجموعه من الاشادات وهو هضر على واحد الوضعيه شاد بها بشكل كبير، وحنا ايضا نشيد بهذه المجهودات. ولكن كاين شي حوايج انا شخصيا ما اعتقد بان خرجها عاديه جدا، ما لبتش في ذاك الشغف ديالي والتطلعات ديالي والانتظارات ديالي. هذا وجهه نظر ديالي كمواطن، تقدر يشاطروني فيها الناس الراي، يقدر يكون الناس طلعوا ذاك الشيء اللي بغاو يسمعوه راه سمعوه، ولكن في تقديري الشخصي امور كانت شويه اقولها واعيدها ميكانيكيه، وحين اقول ميكانيكيه يعني كانت مكرره خشبيه. كان بحال خايف يجاوب، هذا هو الاحساس اللي عطاني انا. لا دائما السيد العثماني كتلمس في الخطاب ديالو بانه تيكون شويه يهادن في الخطاب ديالو، ولكن انا تنقول لك في الظرفيه امين كتكون قاسح حسن، كتعطي لي زارغيمون، كتعطي ملاحظات، كتعطي لي ستاتيستيك، كتعطي المعطيات، كترسم خارطه الطريق، لان داك الشيء اللي غيكون غدا ولا بعد غدا ماشي مشكل تقولوا اليوم. سيما الناس اليوم ترقبت الخرجه قالت بان غتكون في هادو اشياء كنا عارفينها قبل الكونفيرمون، بعد الكونفيرمون، الفتره ديال الكونفيرمون باقا يعني كانت هناك اشاده. هضر على الارقام هذه ديال الوفيات، راه في الجلسه الاولى ديالو هضر، ما وصلناش لواحد النسبه كبيره في الناس اللي داخلين في الريانيماسيون في الانعاش وداك الشيء. قالها، قال باننا ربحنا الرهان هادشي عارفين، ولكن كنا انا كنت كنقول لك في الموين تيرم او في هذه الفتره الجايه المنظور القريب شنو غيكون. هذا هو الناس اللي كانت اليوم جالسه مع 9 ونص كتسنى ولو تلقى اشارات، ما تلقاوش اشارات، قال لي راه غتكون هناك سيناريوهات بقات مفتوحه. لا بقات مفتوحه ما عرفتش انا بالضبط، يعني ما بغيتش نكون يعني حاشا لله، ما بغيتش نكون قليل الملاحظه، ولا هذا كيشكل رمز اللي هو السيد رئيس الحكومه بطبيعه الحال السيد سعد الدين العثماني. هو مش اي شخص، يعني بزاف الناس لا شخص له قدره واحترامه، خصنا نعرفوا بان المسؤوليه عليه كبيره. ولكن حنا كنتسائلوا، انا كنتبع جميع رؤساء الحكومات اللي تنشوفهم دابا، وانت كتعرفني وراك صديق ديالو واخويا، كان والله الا بعدت على الاخبار ديال بعدت، ما بقيتش باغي بحال وليت عايش بعيد على العالم في اللي فيه كورونا. ولكن كبني كنشوف كنطيح في لقاء ديال هناك بالمانيا او اسبانيا او كرواتيا او الاردن، باش نسمع مزيان مشيت له دابا الاردن، ملي تسمع الحوار تسمع حوار بسيط جدا تنفهموا انا اللي ماشي عايش معاهم داك الشعب، بحال انا حداهم تنفهمهم اش قال لهم اش كيقول لهم، تضرب بارقام. هل كنا امام نفس الوضعيه في نظرك؟ أمين باش ما تبررش شي حوايج أمين غير قابلة للتبرير، حنا راه ملي تنهضروا على رئيس الحكومة قطاع الحكومة راه ما تنتقدوش الشخص ولا تنتقدوا لغة الخطاب ديالو. هنا اليوم كنا أنا ماشي سياسي أنا وياك، الحمد لله ما عندنا انتماء، يعني ما حنا هنا ولا هنا ولا هنا. اسمع أمين، ملي هضرت معك أنا راه كنهزل لك، قلت لك راه كنهضر معك كمواطن، أنا راه ماشي محلل سياسي ولا ناقد، أنا هضرت لك كمواطن داك الشيء اللي بلغني بلغته لك. سولتيني سؤال جاوبتك قلت لي، قلت لك ودي كانت الانتظارات ديالي اليوم في هذه الجلسة من بعد ما دار لي البرومو وقالوا بانه غيكون جات جلسه يعني غتكون توقع فيها شي حوايج، داك الشيء انا بيني وبين ذاتي
ما توصلت باش نقدر نكون انا كانت عندي تطلعات كبيره ممكن، ولكن كلمت بانك حتى انت وحتى عين اللي كانت معايا وداك الشيء كانوا تترقبوا على انه هو خلى الامور مفتوحه، اعطى ايحاءات مطمئنه، وهذا نعرفه الوضعيه ديال البلاد تغلبنا على بزاف ديال الحوايج، كرر الارقام بان كانت غتكون نسبه وفيات كثار من اللي حدثت، وهذا الشيء عرفناه بان الناس اللي داخلين في الانعاش اقل بكثير من الطاقه، وهذا من فضل الله علينا في هذه الليله الجمعه نحمد الله ونشكره، قال بان خدينا الشفاء بطريقه مغربيه خالصه، بغيت نكون متعمق فيها. يعني انا ماروكي كيفاش الله اعلم بحال درنا ليها توابل مغربيه، واش داخله في الدواء واش داخله في السيستم باش كيتعالج الناس. على العموم شوف الخطاب ديال السي العثماني دائما هو تيرتكز على هذا الشيء، انا تنتبعوا في البرلمان تنتبعوا في الخرجات الحزبيه ديالو، ديما تيلتفت لديك اللغه المهادنه السليمه اللي تنقول لك الناس ربما من شده التعلق ديالهم بشي حوايج اللي بغاو يسمعوها من بعد كانوا تترقبوا حوايج واضحه اكثر وضوح، ولا هادشي ما غيبقاش من هنا اللوفان ولا السيمانه الماجيه غيعرفوا، وهي باش كانت لاشوت لان حتى المحاوره خلات السؤال المهم في الاخر ماذا تتوقع من بعد 20 ماي؟ قال لك كاين الخروج من الحجر الصحي اصعب من الدخول ليه، وكاين هناك السيناريوهات اللي كثيره موضوعه غيعرفوا الناس الاسبوع القادم بعد ما ندوزوا للبرلمان. غنشوفوا علاش عطلنا انا وياك هاد ليميسيون السي امين، حنا باش نربطوا الخرجه ديالو بالكوره، هادشي اللي بغينا نعرفوا. نعم نعم تقريبا هو جا بحال بحال ذكر معاهم، انا دوري الاحساس اللي عطاني ما دار حتى جواب، يعني هذا كذا كذا ما كاين حتى جواب، من غير بعض الناس اللي اعطى بعض المعلومات ديال الناس اللي استفدت من الدعم بطبيعه الحال، وبان ارقام غادي تزاد، ثم تكلم على وهذيك مساله النسبيه انا عندي فيها نقاش. الله يخليكم دو تخاطبوا الشعب، الشعب تندويش الشعب لا تا مدير تا بطبيعه الحال مديريه الاوبئه تا هو كان طلب منه ما يبقاش يدير النسب 7% و3% ما يبقاش يقولها للناس. رايي لان المواطن البسيط ما تيفهمش هذه اللغه، المواطن البسيط كيفهم لغه بسيطه، ارقام كذا 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 كذا، وهذيك انا كنعطي المعلومه، انا فقط كنعطي المعلومه، ومساله النسبيه وكذا تقدر تنشر في ارقام معينه، اما المعلومه اللي فيها النسبه صعيب على الناس عاديين يفهموها منعم، وانت فاهمها دابا مواطن عادي ملي كتقول له راه 7 ولا 4 راه ما غيفهمهاش، ولكن ملي كتعطي له بالالاف وبهذه كيفهمك اش كتقول ليه. اسمح لي الا بغيتي نوضح معك امين شويه النقطه ناخذها بواحد الدقيقه او اقل. ملي كيقولوا النسبه انا نقول لك علاش كيقول السيتو بالنسبه، وانا تنتحقق على هذا الشيء لان كانت عندي واحد الدردشه مع مسؤول هذا الشيء وغادي تكون كاشفه في واحد الحوار جيتو معاه، هو انه ملي كيحددوا النسبه منظمة الصحة العالمية اليوم على مستوى العالم السيامين النسبة ديال الناس اللي تشافوا هي 36%، اليوم حنا تجاوزناها وصلنا لواحد النسبة ديال 39%، ولا الاجتماع كنت انا وياك تنهضروا اونلاين وصلنا حنا لاكثر من 2000 متعافي وعندنا 5000، يعني قربنا في الاسابيع المقبلة الاسبوع الجاي ان شاء الله غتقدموا في البرنامج ديالك غادي نوصلوا 50% ديال الحالات الشفاء، وهذا رقم مهم. هذا علاش كل مرة تكرر نسبة الشفاء السيامين، والنسبة ديال الوفيات راه بدات مرتفعة ودابا وصلت للثلاثة، غادي تتقلص، يعني تيبينوا الناس بان العلاج ولا حاضر. وثالث حاجة النسبة ديال داك المعدل ديال الانتقال ما بين شخصين بغاوه يكون قل من 1%، ملي تيكون قل من 0% كيمكن لك ترفع القيود ديال الحجر الصحي. هاد كورونا خلاتنا نبحثوا نخرجوا من الشق الرياضي ونبحثوا في هاد الأمور، هادشي اللي بغيت نقول لك. اليوم الأرقام اللي كاينة ديال نسبة الشفاء في المغرب أرقام محترمة السيامين، راه طلعنا 39 وهادشي ما كانش الأول، كنا دايما. اليوم الحمد لله خبر مبهر أمين، صفر حالات وفاة، هبطت لوطو ديال نسبه الوفيات، راه نسبه الشفاء ولات كتكون يوميا قل من الاصابات، اليوم ارتفعت اكثر من الاصابات. هادشي اش كيقولوا؟ انا معاك، انا ملي تيكون مع الوالد ديالي ولا الوالده تيسولوني تيقولوا لي ولدي شحال صاب وشحال، ما كيعرفوش داك 7 8، ولكن فهمتيني شنو نقول لك دابا، فهمتيني شنو نقول لك. داك النسبه كيعطيها هكذا حيت الا فهم الواحد داك الرقم هكا اللي هو الكبير بهذه الطريقه تفهمها، تفهم في كذا الخطورة ما كايناش، ملي كتقع له 4% ما تفهمكش كاع شنو تقول، راه بكل صراحة هادشي راه ما عرفتش، راه هما نورمالمون عندهم دراسات وعارفين نسبة الأمية فين واصلات وعارفين ناس البسطاء فين واصلين وعارفين بزاف الأمور، راهم عارفين وعندهم المعطيات. تمام، وحاجة أخرى سي أمين، نتمنى الناس، نتمنى الله يستر عليك، هو أن الناس منين يسمعوا هاد النسبة ديال الشفاء ارتفعت ما يحاولوش يطغاو ويقولوا بان راه الشفاء تيتشافى ونخرجوا، هذا هو هذا العقل اللي باقي، هذا الوعي اللي ما حاضرش، راه ما دام الشفاء كاين راه الناس كتعاني، راه كدوز تواصل يمين واكثر هي تحت المراقبه وتحت العنايه وكتعاني، راه باش غير الشفاء كاين الناس تقول ودي راه النسبه ديال الشفاء ولات كثيره راه نخرجوا للشارع، هذا التصور ديال المتواضع السياسي. انا تصور متواضع ونكتفي بهذا النقاش لان ما بغيتش نقول كلام لان ما عنديش عليه معطيات وعلم كبير، لان في السياسه ما تنفهمش شيء وما نقدرش نناقش انسان، ما يمكنش ليا كشي ناقش انسان، ما عنديش حوارات سياسيه باش نجي نناقش ما يقولوا رئيس الحكومه، ولكن هذا تيعنيك انا وياك راه تنضاق زملاء واخوان
ترى كتعيش واحد الحجر مستحيل انت لوليداتك راه ما تيخرجوش للشارع هذه شهرين. نعم. انا كذلك كاينين هاد الامور تتعنيني هاد الخطابات ديال الاجهزه الحكوميه ولا ديال السلطات ولا قطاع الصحه ولا الارقام راه كتعنيني انا وكتعنيك انت وكتعني الاسره. هذه مساله عاديه دابا هاد كورونا حنا راه وحداتنا العالم كله الكره الارضيه كلها ولات كترقب غير هاد المعطيات. بقينا تنقلبوا على رونالدو ولا ميسي ولا كلشي داير الكمامه في الكره حنا تنترقبوا الارقام ديال هاد الجائحه. نعم والارقام الجائحه غنشوفوها وغنتبعوها. غير اللي زويونا استاذ امين هو اليوم منظم الصحه العالميه لاول مره قالت لهم كترقب تراجع تدريجي في كورونا على اسلام شاف الاخر من انجلترا حيت فهموا بان الناس بزاف بقاش كتثق في الحوارات ديالها للاسف. لا تماما وماشي الناس اللي شوها ولا انا ولا انت راه رؤساء دول عظمى هما اللي شوهوا لها السمعه ديالها راه تماما. تنسمعوا رئيس الولايات المتحده الامريكيه وهذا راه شنو تيقول راه كلام كبير جدا وخطير جدا على منظمه الصحه العالميه وهذا ماشي شغلنا شي صراعات اخرى يقدر يتبدل الحوار من هنا بشهر شهرين الله اعلم. العالم ديال السياسه وديال تداخل المصالح شيء اخر. منعم اش نديروا اسقاط على نادينا في حلقات وحصص كثيره بنقاش يكون عين نقاش. اليوم كان اجتماع ديال مكتب مدير الجامعه الملكيه المغربي لكره القدم اجتماع حضروا فيه جميع المكونات يعني ممثل اللاعبين ممثل الحكام ممثل المدربين ممثل كرة القدم النسوية وكذلك المكتب المديري للجامعة ممثل كرة القدم الهواة الشبان العصاب جميع الفئات المعني ممثل الأطباء المعدين البدنيين إلى غيره كلهم حضروا إلى اللقاء اليوم لا اللي كانوا داخل القاعة ولا اللي كانوا بلقاء عن بعد عن طريق تقنية الزوم وخرجوا بالتوصيات. أولا وقبل كل شيء هل الحضور كان وازن؟ قبل ما نهضروا على توصيات اللي خرجوا بها القراءة ديك الحضور اللي حضروا فيه جميع الفاعلين داخل كرة القدم الوطنية لأنهم علاقة بتسير الشأن الكروي بالمغرب. الحلقة ديالك كلها بتسلسل من بداية الجائحة وانت كتاخذ تصورات وكنتي حازم وكنتي واضح وحتى في المداخلات ديالك كنقول لك انا ما كاينش قرار غيتخاد مور لو 5 وداكشي اللي صيفطات ولا كاب غتخلي عندها ويردوا عليه ويقولوا لي بان هذا قرار سلطات حكوميه وبعيد واكبر منه. باش يتاكد اليوم وكانوا الفرقاء والشركاء ديال كره القدم المغربيه. انا كنت كنعتقد ملي كنت كنسمع الهيئه الطبيه السي امين كنت كنقول بانه غيجيبوا اختصاصيين ديال كورونا او ناس اللي كتفهم في هذه الحاله الوبائيه والرصد الوبائي. تفاجات مثلا بان كاين السي سعيد زكيني عبد الرزاق هيفتي اطباء ديال الفريق الوطني صلاح الدين الحلول البريباراتور اللوداري المدربين يعني كاين واحد المقاربه التشاركيه ديال اسره كره القدم. انا عاوتاني انا غنرجع معاك توقعات ديالي وهادشي انت عارفه ما كنت كان السيناريو كنت عارف بان ما غاديش يحسموا في تاريخ كره القدم ويقولوا بان ابري لو 20 ماي غنبداو الشامبيونه. التصور ديالي كان يقولوا بان ابري لو 20 ماي غناخذوا واحد الديكراج ديال اموال بريباراسيون على اساس باش نشوفوا نقدروا نبداو جوي او انه ما نقدروش ناخذوا قرار تتالي المرحله الثانيه ديال الحجر الصحي وين تاكدت اليوم من بعد 20 ورجعوا لي زوتوريتي اليوم خرجوا بهذه القرارات. الناس عاوتاني ديال الكره لا انت ولا انا ولي باسيون ديال الكره كانوا كيتوقعوا بانه مثلا اليوم تقدر تخرج قرارات يقولوا واش الشامبيون غتكمل رسميا ما تقادش واش الشامبيون غتحبس واش غناخذوا النموذج الفرنسي واش غناخذوا المباريات ديال المؤجلات. وسمعت المداخله ديالك في الاول كنت كنتمنى يقولوا واحد الجينا تحتمنينا في واحد المباراه بعدا باقي تتسنى ديال الشامبيون ما بين الرجاء والدفاع الجليدي غير باش نوضحوا الصوره ونقادوا ليكيليبر. ما تقالش كانت اليوم اللجنه كانوا يقولوا السي امين كاينه اللجنه بان ديك اللجنه اللي كتصدر الحكم حتى هي كتدخل لان ما يمكنلكش تناقش استمرار ديال الشامبيون من عدمها وانت باقي عندك واحد الحاله شاده حاله شائكه. القرارات خرجت راك هضرتي في الاول ما تهمناش شكون اللي خدا اللجنه اللي غيهضر مع اللعابه شكون اللي خدا اللجنه الطبيه شكون اللي خدا اللجنه ديال البروتوكول شكون اللي خدا اللجنه هذيك معلومات هي معلومات ما زايده هذيك هي معلومات زايده ما هذيك غير معلومات تاعها راه كاين لي كونطرا ديال لي جور نيغوسيابل لي كونطرا ديال لي زونترينور نيغوسيابل وتلقاو بواحد الاثار تهضرت مع مجموعه من اللعيبه ودير هذيك الكره العالميه راه ميسي وراه رونالدو راه تنقصوا ليهم في لي سالير ديالهم لان ما يمكنلكش تدوز زعما بيض وتاخذ نفس التعويضات هذا شغلكم هذا شان داخلي لا كويزين انتيرن ديال الفرق. انا وياك انا شخصيا ما تفاجاتش بالقرارات كان عندي الطرح بان هذه القرارات غادي ستاند باي الشامبيون ما غنقدروش نهضروا فيها لانها خط احمر للحكومه وزاره الداخليه هي اللي وقفت البطوله هي اللي غترجع غير الناس باش تفهم امين اليوم قالوا لهم سيروا عطينا واحد المقترح غيصهر عليه ستي الحجوي رئيس فريق الفتح الرباطي غير شي طبيب عظام للاسف باش تعرف الطبيب عظام عطاوه لجنه السانيتير حمزه الحجوي عطاوه لهاد الطرح ديال السانيتير ودير ديال التقني عطينا شنو هما الاجراءات نقدروا شنو هما التعقيم شنو هما لي ديبلاسمون شنو نديروا في لي فيستير شنو نديروا في الكواري شنو نديروا في الملاعب شنو نديروا في الاقامه شنو نديروا في التنقلات هادشي كله خداه
من الخدار كيفاش غيرد عليه، وغادي تعطى للجامعه والجامعه غتعطي له البروتوكول للحكومه، وشوف الحكومه واش توافق عليه ولا ما توافقش عليه من بعد 20 يوم. يعني الصوره باقا مضببه امين، باقا واضحه على اساس شنو غيتفرض الطرف الوبائي والمنحنى اللي غيكون بعد 20 يوم. ما فهمت وما عرفتش واش خد شاطرني الراي ولا لا، ولكن انا بالنسبه ليا كان ما توقعتش انا بحالي بحال كاني مثلا طيب يكونوا حاسمين يقولوا موسم ابيض نكونوا كولاسه اكثر. هل رئيس الحكومه اللي في الكوليس كلهم عرفنا بانه كان جاي باش يقول لهم لا راه الكره غتستمر، هل تغير موقفه ومشى للعموميه تاوه وخلاف دار لقاء فقط لاخذ مقترحات واعطاء طابع شكلي، لان من بعد شفنا اي شكليات من غير قرار واحد ورفض طلب ديال كره ديال طبيعه الحال عصبه كره قدم النسويه، ترفض لا الطلب ديال سنه بيضاء ممكنش يعطيكم قرار دابا. قرار ثاني اللي دار هو تعويضات الحكام فقط، هادو قرارات من غيرهم كل شيء في اطار التوصيات وتشكيل اللجان، يعني فقط هي شكليات اكثر منها قرارات. هل رئيس الحكومه غير او عفوا رئيس الجامعه غير موقفه؟ لان كل شيء كيتكلم عن رئيس الجامعه اللي هضر معاه تيقول له لا با كيسيون عندي موسم خصو يكمل المدير هذا الموسم، ولا كان شي بطل يكون في الملعب. انا ما نقدرش نعطيك هذا التصور، لانني مازال تاكدت لي وترسخت لي القناعه بان ما غيقدروش ياخذوا قرار من مور 20 ماي تنشوفوا التطورات، لانه باش نكونوا كنربطوا امين، حيت انت كدير برنامج ديال مرتبط بالكورونا، راه ظهرت بؤر السي امين المنطقه ديالنا هنا ديال الرباط مفصله، ولكن الله سبحانه وتعالى كاين واحد الابتلاء وكاين واحد مجموعه من البؤر في المدار ديال السله والرباط، كاينه بؤر في الجراد على نحو مفاجئ عفوا، وهذه البؤر هذه خلقت واحد الحاله عاوتاني ديال البانيك عند السكان وعند الناس، وواحد المدينه اللي هي استراتيجيه ديال العاصمه والعدوتين مدينه السله والنواحي السله الشيخ مفضل السله الجديده وما الى ذلك. فعلى ضوء هذه المعطيات اللي كتجي كل نهار من هنا ل 20 ما عرفتش شنو غيوقع، داك الشيء باش هما ما يقدروش ياخذوا قرار. القرار السي امين اللي غتاخذوا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مرتبط بالاجتماع ديال البرلمان نهار 18 20 قبل فتره التمديد، هي اللي غتقول الطريقه باش غتعطينا الجامعه او عفوا البرلمان غير يشرع كيفاش غنرفعوا الحاله ديال الحظر ديال الطوارئ في البلاد، هي اللي غادي تمشي بها الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. وبالتالي المؤشرات اللي ترسخات هي اليوم ترسخات والله اعلم، دائما تنقول الله اعلم، لان ما اليوم غدا تقدر تبقى تيدمسوا صعوبة كبيرة في إكمال الموسم، وهادشي قلتو باقي تنكرر باقي تنتحمل فيه مسؤولية، صعوبة معقدة تري كومبليكي باش يكمل الموسم بناء على الأوضاع الحالية وبناء على بزاف ديال الحوايج. البروتوكول أمين اللي غيدار صحي راه صعيب وصعيب بزاف، هذا موقف الشخصي ديالي وغنبقى نثبت به إلى غاية إثبات العكس. وتا الأندية أمين كاين واحد الأندية اللي بدات بأنها نهاية الموسم ولا هذه ولات كتجاوب معاها، وأنت عارف علاش، ودابا تصدق مجموعة من رؤساء الأندية. لا تا لعابة كتهضر معاهم، أنا بزاف الناس كيقول لي شبغي الموسم، قلت لهم بغيت موسم ينتهي، أنا ماشي شغلي أنا بغيتو غدا يرجع، أنا دابا فرحان غنشوف كرة في ألمانيا ولو ماشي بنفس الطريقة، ولو كنهضروا بأن أش من حلاوة عند كرة تشوفها في الملاعب الملحقة وكل شيء خايف على راسه وكل شيء. ونعطيكم الأخرى راه كان طلب للفيفا بأن يتقلص مدة المباراة، والفيفا قالت لهم لا إلا ردوا الكرة ما ردوهاش مشوهة، خصها تلعب 90 دقيقة، لأنه خرج قانون بان داك البزق ما يكونش في الملعب الى اخره، وغادي يكون هناك عقوب، يعني راه صعوبه في انها ترجع هذا الموسم. انا ما عندي مصلحه، انا ما ماشي محب ديال الفرق اللي باغين يطيحوا، وما يعني بحال هذا التصور، وما عندي مصلحه في ان اللي غيطيح ولا غي، انا كنتكلم على الكره واش شنو هو التصور وشنو هي الافكار. قلت انا الاقرب باش نحيدوا من هذه المشاكل كامله ممكن نديروا تصورات فيها اقتراحات ونقدموها. انا ما اظن بان سعد الدين العثماني ولا اي وزير، وزير الداخليه ولا وزير الصحه ولا كلهم الناس في السلطان غيفهموا شنو هي 18 الفريق، ماشي مغيفهموهاش، يعني هذه مسائل هي تقنيه بعيده على التخصص ديالهم، هما يقدروا يقولوا راه الكره فيها خطر بالرجوع او لا، هادشي اللي يقدروا يقولوا، ولكن المسائل ديال الاقتراحات ديال راه ممكن نديروا موسم ابيض، ممكن نستانفوا، ممكن نكملوا فقط الدوره 21 اللي هو سيناريو ممكن، ممكن مثلا راه هذه اشياء تحت مطرح النقاش. اللي عرفت انا من الكولاسه هو انه واحد اللي تكلم لي هو مثلا كنظن رئيس اتحاد طنجه اللي يتكلم على انه الصعوبات الماليه اللي كيشهدوها الفرق بان غيولي عندهم عبء ديال السنه وديال السنه الماجيه، وقال انا ما تنتكلمش لان وضعيه فريقي صعبه، هذا شيء في علم الغيب، وكان جواب عليه بانه لو كانت الفرق شركات لكانوا يقدروا ياخذوا قروض من الابناك، هذا جواب مقنع منطقي، ولكن واش جميع الفرق كانت شركات؟ واللي كان هو انه النقاش ما كانش فيه يعني افكار اخذ وعطاء في الافكار، هذا ما تيحيلنا انه ممكن بانه صعيب عليهم يديروا تصور، والسلطات مازال لحد الساعه ما عطاتش قرارات في هذا المجال.
هادشي كله الخص سي امين وهذا هو اللي كاين، ولكن غير باش نوضحوا باش ما تبقاش الناس ديال طنجه معزولين بانهم مثلا هما اللي يبغوا الموسم يخلص. راه كاينه انديه كبيره وكتسعى الى ان الموسم يكمل. المدرب ديال المدير الجديد داز معايا وهو كلاسي مزيان يقدر يلعب على البوديوم، قال لي ودي انا بالنسبه لي باش ما نضيعوش العام الجاي نحبسوا هذا العام. محمد فاخر ما عنده مصلحه مع حتى واحد، ما باغي حتى هو، دابا هو مع حتى واحد قال ودي راه نحبسوا هذا السنه. انديه اليوم تنافس على اللقب والله لا بغات الموسم يحبس. نعم لان فيه لوريونطاسيون ديال البيدجي وفيه بزاف ديال الحوايج، ما فيه غنمشيو الصيف شهر 7 نولي لاعبين حتى شهر 9، بزاف ديال التدخلات اللي صعيبه. لذلك ما انا شوف غنمعاك دائما غنبقى نقول لك الشيء، الا كانت مثلا في هذه الحاله ديال الغاء التباري فينضرب واحد عين الراس لواحد جوج فراقي او يشوفوا القسم الثاني شي تسويه، حداك الناس ديال القسم الثاني ما يضيعوش، لعبوا الكالندري ديالهم كلها اجور وعندهم الدورات مكموله وفيه واحد الترتيب موضوعي، يشوفوا داك الناس واش يزيدوا الفرقي الفوق واش كيفاش يديروا غير باش ما يبيعوش داك الفرقي. هذا تطور كتبقى فيه السلطه التشريعيه للجهاز الوصي على الكره اللي هو الجامعه. اطار اجتماع جديد ان شاء الله يديروه المره الجايه ما يكونش عن بعد، لان غيكون سال رمضان ان شاء الله، ويسوا شي صيغه توافقيه. غير باش نقول لك السي امين كيفاش كتوقع معايا وانا وقتي مولاك بالله، واش يقول الله كان عندي اتصال بعد الافطار مع كاين لعبه من اللو من اللو من الكونفيرمون ديال دو موا تروا مو، تيقول لك لازمنا ثروازيام موعد نزيدو الكاتري فرغات ولي 4 شهور ديال التوقف انا. اليوم راه توصلوا شهرين وزيد من هنا حتى نمشيو للمور، ماشي شهر وزيد شهر ديال البريباراسيون. راه المدربين اللي جاوا امين اليوم ولا اوشتل ولا لي بريباراتور فيزيك اللي دازو ديال المنتخبات قالوا لهم راه يمكنش تعودوا قبل ما بين 5 حتى 6 اسابيع ديال التدريب. يعني كيفاش غنرجعوا؟ الا كانت العوده راه ممكن تكون حتى لو برومي جوي ويتلعبوا فيها لي ماتش روطار مولا الاولين. كيفاش كتصور امين واخا تلعب ثلاثه ديال المباريات من بعد كل 3 ايام تلعب المباراه، كيفاش حتى غتسالي وكيفاش وفي الصيف عيب شويه امين. لا انا ملي سمعت اليوم رئيس الحكومه تتبان لي صعيب بان المنافسه الرياضيه ترجع دابا من هنا حتى شهرين، لان رئيس الحكومه تيقول لك راه الخروج من الحجر واصعب من الدخول فيه، صوره واضحه اكثر من هذا. المغاربه العالقون بالخارج اللي حنا دابا تنهضروا على بلد راه جميع المتداخلين وقالوا دي راه الحدود مسدوده، يعني راه تصورات صعبه. انا كيفاش كنشوف هذا الوضع مع اننا غادي نتسناو كره القدم ترجع، ام انه مثلا رئيس الجامعه عنده يعني تطمينات من رئيس الاتحاد الافريقي وصحاب الاجندات الدولي تيقولوا راه غيكون تاخير وماشي مشكل. والعكس كنسمعوا لان الكاف تطالب بان غتلعب المباريات، باغا تسالي باغا تلعب الشان قبل ما تدخل لها مع كاس افريقيا، لان كاينه كاس افريقيا 2021، كاينه تصفيه المؤهله الى كاس العالم، كاينه تركيا اللي اقترحت راسها ان تكون فيها كذلك فينال تشامبيونز ليغ. يعني راه الاجندات الدوليه بس كتقترح، فصعب اننا حنا نشدوا واحد الاجنده ديالنا ونزاحموا نقولوا راه باقي عندنا الوقت نفوتوا حتى لنوفمبر ولا حتى لسبتمبر، واش هذا ممكن؟ يعني بالعقل دابا انا كندير انا وياك بالمنطق، الا غنجلسوا الا غنجلسوا حتى جوان، يعني انا ما غنبداو حتى الاوت مثلا. تفضل حنا غير هذا رئيس الكاف يعطينا بعدا ضربة الماتشات اللي عنده هو ديال الدومي فينال الشامبيونز ليغ وديال لاكاف يبروغراميونا، هو ما قادرش يدير بروغراماسيون ديال 4 الماتشات وكيطالب من الاتحادات المحليه باش دير له بروغرام، راه ما يمكنش. وراه ردت عليه، ردوا عليه دول قالوا له انت اصلا عندك 4 الماتشات وما قدرتيش تبرمجهم. اليوم تاكد اليوفا رسميا اعلنت بان فان ديال اوت غيكون الفينال ديال الشامبيونز ليغ في ازمير في ملعب ديال اسطنبول، على الاقل انتصروا لواحد المسابقه كبيره مجيده سميتها الشامبيونز ليغ. وغادي في التصور السي امين ديال غيلعبوا في ذاك لومو ديال الاخر ديال جوي اوت، غيمشيو كل دور ربع نهائي نصف نهائي النهائي كل 3 ايام 4 ايام يلعبوا دور باش يستريوها، لان المسابقه فيها ملايير ديال ملايين الدولارات امين، وغادي تلعب لان ما بقاوش فيها بزاف. حنا دابا احمد تيصيفط الكالندري من بلاده من انطاناريفو من العاصمه ديالو تيقول الاتحادات عطيوني فلوس، راه ردت عليه مصر اليوم مصر عاوتاني راه بالغ رسمي توصلت لي مع الزملاء في مصر قالوا لي شوف الكره حنا ما تبقاش تهضر معنا، الكره شان ديال الحكومه يا جي زعوليا في البلاد، ملي كتقول لنا رجعوا رفعوا حاله الطوارئ رجعوا حنا في ماي وجوا ما لعبينش. نعم بدا تيحطوا له البيضه في الطاسه سي امين، حنا الرد ديالنا قلت لك كانوا يكملوا دزنا داك النهار في السيمانه وعلى الاقل من دوزنا لك برنامج ولله الحمد ما تنقولوش كنمارسوا الوصايه على الناس، قلنا بان هاد الناس يخرجوا على الاقل خرجوا بهذا الاجتماع ديال اليوم وعطاو موقف وردوا على الكونفدراليه الافريقيه وقالوا لي بانها شانون ديال الاجهزه العليا في البلاد قرار سيادي. اذا الامور خارجه عن السيطره. دابا ملي كنشوفوا امين البوندس ليغا ولا ليغا والكالتشيو راه كنشوفوا فيها التدخل ديال الوزاره، راه كتشوفوا ما امين وزير الصحه انجيلا ميركير الوزير ديال الداخليه والوزير ديال الاول في ايطاليا هما تيهضروا، لان امور بعيده على الاجهزه الاتحادات المحليه، دي امور تجاوزتهم مرتبطه بخط ديال الدوله والسلامه ديال السي امين. انا عاوتاني مره اخرى غنقول لك شوف يعطيو الشامبيونه لمن ما بغاو، يكملوا الشامبيونه ما يكملوهاش يديروا هاد لا ميزاجور ويرجعوا، كتبان لي صعيب وصعيب وصعيب جدا. بناء حطيت الكالندري قدامي وش عدد الاسابيع، راه اليوم صدر قرار امين قالوا لهم بان ديبي ديال جوي عندكم
طروه 3 شهور طروه مو باش ديروا الميركاتو. افهم هنا الرساله يعني في ذاك الفتره خص تكونوا العقود ساله ودير لي جوه باش تبداو ميركاتو جديد. قريتو انا قريتو فهمت بانها كاينه اشارات على ان الامور تقدر تحسن تالي، لانهم قالوا لهم غادي ديروا 12 اسبوع في الميركاتو الصيفي، اطول ميركاتو ثلاثه ديال الاشهر، يعني باش يتيحوا للفراقي لا مشارك هاد اللعاب ولا ثلاثه الكونترا، لان الناس خصها تفهم راه واحد المشكل غادي ديروا في الحلقه ديالك السي امين هو لي كونترا ديال لي جوور اللي قربت سالي او اللعاب الاجانب الاجانب كيما لا لي كونترا ديال لي جوور اللي قربت سالي لي لي سالات ماشي لي سالات راه بقات لها دابا ما سالاتش دابا ما سالاتش حيت كاينه فورس ماجور الفيفا سيبات لهم قالت لهم منين يتعلن نهايه الموسم سالات. انا عطيك الحاله هو ديال حكيم زياش حكيم زياش منين علنك الاتحاد الهولندي سال الموسم ولا لاعب ديال تشيلسي ولا لاعب ديال تشيلسي ولا دار ولا لاعب ديال تشيلسي اول لاعب في التاريخ قبل كورونا اللي فهمها بكري مشى وقع عقد مع عند الله سبحانه وتعالى الهموم مشى وقع حيت كنت قاس الكونترا كتبقى عنده واحد شويه المشاكل يقولوا له لا رقيتي. دابا اللاعبين مثلا عندك مجموعه من الحالات كاينين اللي صار في الرجاء في الوداد في الجيش في الفتح ايوب سكومه في الفتح مثلا وحسين يتولي في الرجاء محمد النهيري في الوداد رضا العطوشي في او عفوا هجوج فريقه هادي جوور اللي قربت تسالي الكونترا واحد لا برونجا وتيتسناو واش العام غيكمل ولا كمل واش غيتسمى سالات الكونترا غادي تكون واحد النزاعات كبيره سي امين نزاعات كبيره حيت الفراقي اما داك الساعه غادي يرجعوا يبغي يطلبوا تعويضات ماليه واما اللاعبين غيقول لك انا راه القوه القاهره حماتني خصني نمشي بحال هكا نقلب على فرقه جديده. كاين بزاف ديال الحوايج اللي غتكون انا في اعتقادي الشخصي العوده صعبه بل معقده. انا باقي تنقولها لك واش راه كيتسجل معقده وفق الاجواء اللي كنلبسها حاليا وفق المستجدات وفق الخطاب ديال رئيس الحكومه اليوم والكلمه اللي قال الخروج من الحجر الصحي اصعب من دخوله. كما قلنا كاين معطيات اخرى ديال اللاعبين اجانب اللي ما يقدروش يجيو دابا مغاربه واعلن رئيس الحكومه صراحه قال له دير تنفتحوا الحدود باش يمكن لهم يجيو هذو الاولاد فما بالو كان اللاعبين الاجانب اللي تنشطوا بالبطوله واللي هما حق ديال الفرق اللي متعاقده معاهم مثلا الرجاء ولا الوداد ولا الفتح الرباطي ولا هذو اللعابه الى صيفطوا مشوا لبلادهم ما يقولك ودي القرش لعب بلا بيه يمشي يلعب انا بلا المحترف ديالي مثلا غير حالات ما كاينينش حالات ما كاينينش ما كاينينش رحالات. نعم دابا عندك شي مدربين ما كاينينش في المغرب احمد العجلاني كاين في تونس والعمراني كاين في الجزائري واحمد العجلاني الاخبار اللي كتوصلنا بانه يستبعد رجوعه هو يستبعد رجوعه يعني ما شيء غريبه ما يمكنش لانه واخا تبغي ترجع كاينين دي الحوايج اللي مرتبطه بالدوله الحدود راه حنا تنطالبوا قبل ما يرجعوا المدربين تنقولوا يا ربي فكتش تفرج على الاخوان ديالنا اللي كانوا سافروا وبقاو عالقين في دول راه كاينين الناس اللي سافروا امين مشاو غير واحد الزياره وبقاو حاصلين ما تيشوفوش وليداتهم. انا تنعرفهم شخصيا تنعرفهم بقاو هنايا وليداتهم بقاو في الاسبان بقاو في الايطالي تنتمنوا عند الله سبحانه وتعالى ترفع هذا الشيء غير باش هذوك الناس ترجع عند وليداتها وتلقاو وتلم الشمل ديالهم. هذا ما نتمناه. ونعم عندك شي خلاصه اخيره خرج شباب انا لا بغيتي تقول لي انا معك اخويا امين كن واكب انا وياك انا لا. انا تنقول لك راه غنبقى نقولها وغنفرض لك بانك انت منذ بدايه هذا الحجر الصحي كنت موفق متميز احطتي بما يمكن ويحاطك كتدخل ما بين الاخر كتسنى الناس تاخذ قرارات تعطل البرنامج هادشي داخل لك في اطار المهنيه ديالك التي لا أن يمكنني انا اشهد بها ورغمك بالورود. فقط اقول لك بان المعطيات اللي كتقدموا للقراءات الاستباقيه بارفوا الايام اللاحقه كتنصفق ولله الحمد الى غايه اليوم انا وياك نتبادل ونتقاسم مجموعه من الافكار. كاين واحد الاختلاف شويه في شي افكار ولكن داك الشيء اللي هضرنا فيه تنضم بانه هو اللي كاين ولغايه اللحظه الى ان يثبت العكس. فقط سي امين فرصه ما تفوتنيش عبر برنامجك لانه لكن بالامكان وهذه رساله خاصه مني باعتبار ان المناسبه شرط الى كان ممكن اتوجه بها بالتهنئه الفريق الوداد البيضاوي. نعم طبيعة الحال ممكن فريق الوداد البيضاوي ماشي لا فريق عريق راه شفنا نجوم كبار عالميين خميس رودريغيز وعديد من العناصر اللي مرات من انديه كبيره لا يسعنا ان نتقدم بالتهنئه لفريق يحتفل بالذكرى ديال الميلاد ديالو 83 فريق رائد كبير متواجدين في المغرب بطبيعه الحال بالالقاب المحليه نتمنوا له مسيره موفقه رفقة باقي الأندية وسنة سعيدة للوداد والودادين وعواش المبروكة. ونتمنى الوداد يفكر هو في الميركاتو ديالو القادم للتشامبيونز اللي لقينا أخبار اللي عندنا بأنه المدرب ما باغيش كازادي ما باغيش باغي أشياء أخرى هادشي واش غيفكروا فيه الله أعلم. على أي عيد ميلاد سعيد للودادي كاملين. أمين أمين تفضل عندك أنا نعطيك واحد شوف أسيدي منين يسالي رمضان ونقربوا عاوتاني نقربوا للتشامبيونز ليغ والباس حيت واحد الجلسة ديال الباس أمين خذها من عندي هذه راه برنامج ديالك والله الا غتكون ساخنه واتمنى صادق امين بما تسنى له من مصادر سير سول فهادشي دابا راه فينا تلعب نعم لعبه الترجي الناس خصها تفهم
راه كاين دي ميدا اولمبيك اللي ترجعوا. حنا ما تنقولوش الكاس تحيد الترجيول، راه تنقولوا لهم غير اللي تيوصلنا الدوسي اللي حاطه الوداد في الطاس، اخر كارطوش ديالها كارطوش قوي وثقيل جدا، اخر ورقه ملعوبه فيها اشياء مفاجئه. انا تنقول لك هادشي كنك تسول الوداديين ياكدوا لك هادشي، حوايج كبيره. وهذا الميف غيكون هو اول ميف مور رمضان امين، اول ميف في الطاس في الاسبوع الثاني ديال الوداد ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغيتفرج فيه بزاف ديال الحوايج. تحياتي منعم. وهادشي امين اخويا اللي قالوا ديال كازادي واش كنت تحريت فيه وتم نفيوه، تم نفيوه عن طريق رئيس النادي ومسؤولين داخل النادي، وقالوا بان مجرد فرقعه وغيتوا تشويش وكازادي مستمر وسيكون من اللاعبين. هو مستمر واخا ما يبغيش المدرب يلعب، راه مستمر عنده عقد، راه الناس ما تفهمش، راه ما يمكنش الرئيس يقول للمدرب لا دابا تجلسوا، يقول للمدرب الرئيس انا غنصيفطو، راه ولدي خلصوا مني كيفاش غيهرس الكونطرا، خصو يلقى له عقد يلقى له هذا، راه امور ماشي بسيطه، ماشي بسهوله، ماشي اي راه نقدر نمشيو بعيد، يقدر يجي مدرب، راه ماشي مدرب اللي كيدير الفرقه ولا هو مول الفرقه، ما بغى يجلس واحد اللاعب داك حقه، كيبقى هو المسؤول على النتائج، ولكن راه اللاعب راه ثمن، راه عقد، راه فلوس، راه معطيات، ما يمكنش انسان يفرط فيه. كازادي كازادي راه بالهدافين الوداد هاد السنه، غيشد الوداد وغادي يلوحوا هكذاك ما يمكنش شيء، حيت مثلا غاريدو ما بغاش، غاريدو ما كانش بغى بزاف اللعابه تنعرفوا في المسار ديالو، بعدنا مشاو لعبوا ومدربين اخرين كذلك، راه كاين بزاف اللعابه ما راه الوداد بغى ترد سكوما، راه واحد النهار الزاكي ما كانش كيلعبوا، الزاكي راه مدرب كبير كيمشي يدخلش له سكوما في الافكار ديالو الكرويه مثلا، وهو الوداد بغى ترد مثلا سكوما او المحبين الله اعلم واش بغى تردو كاداره تقنيه، انا ما عنديش اخبار بهذه المساله هذه، دونك هاي الناس مسروا لهم باش الناس ما يمشيش داك الضغط، لا راه ما بغاش المدرب خصو يمشي، لا ما كاينش هادشي في اوروبا، في اوروبا راه غاريت بيل دابا زيدان ما باغيش، ولكن عنده ثمن وعنده صالير، ما كاينش يبغي غايجي يقول لهم لا حيدوا عليا، راه تيتخلص فلوس، راه الناس خصها تولي توازن بهذه الطريقه هذه او لا. سيمون راه ازارو الاهلي المصري زادوا في العقد ديالو وزادوا الفلوس باش يخووا البلاصه ويجيبوا داك السنغالي ودبروا له العقد مزيان بالسعوديه باش يلقاو له بلاصه، راه ما يمكنش لك دير هادشي بسهوله. راه حنا عندنا في المغرب واحد الظاهره غريبه، هو ان المدرب اللي قال لهم حيدوا لي اللعاب تيولي الجمهور ضد اللعاب، وتيولي اللعاب مسكين كيخرج من كاسر وتيوليو في عقود وفي تيمشيو للليجان وتيمشيو للفيفا ويمشيو للطاس ويمشيو اشياء غريبه جدا. ملي تبغي دير حليقه على الوداد ولا على فريقها والجديد ديال، انا معك، انا تنقول لك دابا هذه حلقه خديتي في هذا المحور بزاف ما يتقال في هذا الدوسي، اللي عندي معطيات هو ان غاريدو راه كتعرف الكاركتير ديالو امين، نعم غاريدو اقتنع ببابا طوندي وما مقتنعش بكباكبو وما دوندو، نعم وتيقول لي بان بابا طوندي على الاكسبيرونس ديالو كان تيعرفو ديزا اكسترا جوي خصو يرجع، لدليل بان بابا طوندي حاليا يتدرب تدريب قاسيه واسترجع الامكانيات ديالو رفقه اشرف داري وبالتالي مقتنع به. اما كاسادي مع اللاعب شيخ كومارا انديسبونسابل في داخل الوداد وما يتمسوش دي جوار انتو شابل، وكنقول لك بان ملي تكون عندك حلقه على الجديد ديال الانديه قبل الوداد مع الاهلي والزمالك مع الرجاء ان شاء الله الرحمن الرحيم نقدروا نتناقشوا بزاف ديال الحوايج. دابا انا اللي تنقول لك التصور ديالي الخاص باش نختموا معك السي امين في نهايه الموسم مفتوح على كل الاحتمالات، ولكن اقول باش نخليو هذه الكلمه عوده معقده طري كومبليكي، بدليل انا قلتها ورئيس الحكومه قال قبل مني الخروج من الحجر الصحي اصعب من دخوله، هذه كلمات تحتاج الى تحليل. وغنرجعوا للتحليل ديالها ان شاء الله. تحياتي منعم. تحياتي خويا امين، جمعه مباركه وعشرك مبروك اخويا. شكرا منعم. بطبيعه الحال في نفس السياق ونفس الموضوع ناخذ حسن بالخضر مسير سابق داخل فريق اتحاد طنجه واللي غيتكلم هذه القضيه، ونسولو واش اتحاد طنجه مثلا لانه هو تيعرف ما بقاش مع الفريق ولكن تيعرف مزيان سي عبد الحميد ابرشان الصديق ديالو واشتغل معاه بطبيعه الحال وتيعرف مزيان كيفاش كيفكر، واش اتحاد طنجه كدافع على موسم ابيض فقط باش تعتق راسها من النزول، شنو تصورته الافكار. ثم ناخذ مراد فلاح وناخذ اخوان وغدا كذلك غنفتحوا هذا الموضوع غنفتحوا هذا النقاش بطبيعه الحال من خلال برنامج تكتيك على اوريزون تي في. انا تنعيط للسي حسن ما جاوبناش، غادي نمشيو عند بطبيعه الحال السي مراد وهكذا ثوالي غادي نمشيو بحال هكذا في الترتيب ديالنا بطبيعه الحال من خلال النقاش ديالنا. فانا تنحاول نتصل بسي حسن بعد ناخذ السي مراد ناخذ التصور ديالو. حسن ما تيجاوبناش دابا، غادي نشوف مراد فلاح بطبيعه الحال مدرب فريق شباب بنقرير قبل ما ناخذوا فعاليات اخرى بطبيعه الحال من خلال هذا الموضوع والافكار اللي يمكن لنا نطرحوها من خلال الموضوع. انتم ناخذ التصور ديالكم انتم واش كتشوفوا. خليونا من من من, من النقاش ديال الرجاء وداد دابا، حنا كنديروا تصور واش بالنسبه لكم موسم ابيض، واش بالنسبه لكم نكملوا
بطولة تعطى الاكس واي ما كايناش، ما كايناش هذه، ما كايناش لان ما مكمليش الماتشات، ما مكملينهمش، دونك ما يمكنش نديروها. التصور راه امين غير غناخذوا على الخط مباشره سي مراد فلاح. اهلا سي مراد. اهلا سي محمد امين ورمضان كريم لجميع المتتبعي برنامج تكتيك على اوريزون تي في. مناسبة نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بهذا الفيروس ورحمة وفيرة للناس اللي ماتوا. الله يرحمه موسى عليهم. هذا هو اللي كاين. مراد فلاح كان لقاء نادينا به بزاف المرات، شاركوا فيه كاع الفعاليات يعني ممثلين المدربين الحكام كرة القدم النسوية الهواة الشبان العصاب المكتب المديري الجامعة العصبة الاحترافية كل شارك في هذا اللقاء التواصلي. ولكن لقاء التواصلي ما خدا قرار يعني ما خدا توصيات تشكيل لجان قرار بعيد. اخر مده دوينا معك انا وياك فيها كانوا انا ذاك اللاعبين تقريبا وصلوا 7 اسابيع، حنا في الاسبوع التاسع من التوقف على ممارسه كره القدم وهي وصلت. انا ذاك انت كنت قلتي وكانوا شاطرك الراي محمد فاخر وشاطرك الراي من شي قلتي اللاعب المغربي صعب عليه بانه يجي ويرجع للمنافسه مراد المده ديال التوقف ويبقى مركز. الان في ظل كل المعطيات شفنا رئيس الحكومه تيبان من خلال الملامح ديال الكلام ديالو بانه تاع الفتره تقدر تمدد الى اسبوعين الى شهر، الله اعلم شنو غيقدر يوقع مع الفتره غتتبدد مع كره القدم بطبيعه الحال. الدول التي رجعت راه منا اللي رجعت حياه العاديه، منا رجعت حاله الطوارئ تدريجيا كاسبانيا و والمانيا وايطاليا كذلك اللي معوله ترجع لكره القدم مثلا، وبعض الدول مثلا تونس باغيين يرجعوا لكره القدم، وكيف تونس النسبه هبطات وتما غير فروع حجر الصحي قريبا. هذه معطيات كامله اللقاء الجامعي، شنو خلك فهمتي من خلال التصور هذا كامل هذه المعطيات كاع اللي ذكرنا؟ اولا اللقاء الجامعي اللقاء ديال المكتب الجامعي صراحه انا ما كنتش كنتظر منه، كان عندي يقين بانه ما غيكونش فيه قرار حاسم نظرا للحاله الوبائيه اللي كيصبرها منها المملكه المغربيه. وكذلك الفيروس كنلاحظوا في العالم كامل الدول العظمى باقا حتى الان كتدرس الفيروس كيفاش غادي يتعامل معاه والخوف من الموجه الثانيه ديال الفيروس بعد الحجر. البروفيسور راول يرفض هذه الفرضيه، تيقول المدي ما كايناش اي موجه ثانيه، ولكن ملي كتشوف فرضيات ديال مارسيل ملي كتشوف تسمع دي بروفيسور اخرى في امريكان ولا في امريكا اختلاف في الراي. ما كاينش امريكا تناقش لان في وسط امريكا هذاك الطبيب اللي هو كيخرج دائما مع الرئيس الامريكي بزاف اصوات باطباء اخرى تما عندهم معرفه بعلوم الاوبئه، عندهم تحفظات على هذاك اللي هو تابع المؤسسه ديال الرجل الامريكي رجل الاعمال الامريكي المعروف. هذا موضوع اخر اللي هذاك اللي عنده ذاك الطبيب اللي عنده احنا ما كنعرفوش اسمهم. انت عندي نقاش انا باش نبقى في الشق الرياضي ديالنا، انا بنيت القرار ديالي على الاراء ديال الاطباء والعلماء الاوبئه اللي كاينين كنقراو الاخبار كلشي كنعرفوا بان ودير عييت السي مراد بقى تخلعنا. لا ما شوف احنا الان ما كنقلبوش على مصلحه شخصيه، هذه مصلحه عامه ديال البلاد. اكزاكتوم انا معك، انا مصلحه عامه ديال البلاد، ما يمكنش انا غنتكلم اليوم غنتكلم بواقع ديالي انا الشخص، ما يمكنش ولا غندافع على فرقتي ولا على فرقتي كي دايره الصبوره الترتيب ديالها، لا بالعكس كندافع على مصلحه شخصيه ديال البلاد كامله. سي فري كاينين جمهور اللي كل واحد كيتمنى الفريق ديالو، واحد غير فرقته طلع، واحد باغي فرقته دير بطوله، واحد باغي تلعب تزيد تعاود تلعب كل واحد. ولكن الكل ملي كتكون هذه القوه القاهره خصنا اننا نشوفوا المصلحه العامه ديال البلاد. كما قلت لك اخي امين ان المكتب الجامعي ما كانش منتظر وكان كان متيقن 100% غادي يكون ما غيكونش قرار، غادي يكون هكا مشاورات وتشكيل لجنه. انا اللي كان عندي هو هاد القرارات كانوا يتخذوا قبل ديال تشكيل لجنه فيها الناس اللي مثل المدربين. كنا ربحوا وقت وكان عندنا غادي نعرفوا اشنو يمكن له يدار. بالنسبه للحاله الان اللي كنشوفوا الحجر الصحي اللي كنعيشوا حاليا، باش نكونوا واقعيين كنشوفوا ان الحاله الوبائيه في المغرب باستثناء بعض البؤر ما بقاش داك الاصابات في الاوساط العائليه منتشره بزاف. بالتالي كنظن انا لو اننا خدينا قرار باننا نخرجوا من بعد 20 ماي على الاقل الفرق يتجمعوا ويتدربوا كما داروا اوروبا وبزاف الانديه، لكن
بالنسبه للقسم الوطني اول، بالنسبه للقسم الوطني الثاني اللي كنشتغل فيه، بالنسبه للقسم الوطني الثاني صعب باش انك تجي، خاص امكانيات باش دير لي بي سي ار اللعابه كاملين، لان كنعرفوا مقابله واخا غتجرى بدون جمهور راه كيحضرها تقريبا واحد 100 ديال الشخص ما بين فريقين والطاقم التحكيمي ورجال الامن، بالتالي كاين شويه الخطوره لان غنجازفوا. كنظن انا الامور بالنسبه للدوزيام ديفيزيون صعيب، وصعيب بزاف باش اننا نفكروا انها ترجع تلعب البطوله ديال الدوزيام ديفيزيون. انا معك في التفكير، كتظن بانه الان اذا ما استمرت الامور على ما هي عليه، وانت كتعرف الواقع ديال اللاعبين، انا كنوصلني اصداء بان اللعابه تعبوا وعياو، كاين فرق وصلت ازمات ماديه، الناس مابقاش كتخلص، بزاف الفراقي كاين اللي مابقاش كيتابع كاع هذوك لي فيديو زوم ولا لابليكاسيون زوم، اولا ما كيصيفش كاع التدريب الطاقم التقني لان السيد كاين اللي ما تخلصش شهري، هذا واقع تنهضروا فيه. هذا مشكل في تحتي هذا القوس، هذا مشكل دابا الان. كان اضطر انا داك عندي اجتماع ليله امس مع اللاعبين كاملين، عن جمعتهم في الاجتماع في الساعه 11 في الليل، ودرسنا هذا المشكل هذا، لان كالتزام صراحه شهر تقريبا 5 اسابيع الدراري التزموا، وكان تدريبات بشكل جيد، كالتزام جميع اللاعبين، ولكن الازمه الماديه بالنسبه للفرق ديالي انا، لاعبي الامور الماديه كيتسالوا شهرين شهر 3 شهر 4، هذا رمضان يلا فاش دخلوا الكونفينمون يلا تخداو شهر جوج، بعد واحد اون سيمين في الكونفينمون خداو شهر جوج، كاين لي ترونش، كاين الله يكون حسن العوان، ولكن اضطرينا اننا درنا اجتماع مع اللعابه فهمتهم، وحنا حاولنا نقنعوهم بان من بغض النظر على المستحقات الماديه، اللاعب بدون تدريب واخا يكون بدون فريق، تخيل راسك انت في واحد الفتره ديال 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 نقاها ولا فتره ديال نهايه الموسم، ضروري خصك تمرن وتوجد راسك، صعيب باش نقنعوا بعض اللاعبين. ومن بعد من استنى التدريب اليوم الحصه ديال اليوم في الخامسه والنصف كان غياب ديال العدد كبير ديال اللاعبين، ولكن انا ما نقدرش نمشي معاهم الطريقه الزجريه باش انني نكتب صعيبه فالوقيته صعيبه اللاعب، نكتب اللاعب دابا تقرير على الغياب ديالو، عدم انضباط ديالو، هو باقي ما مخلصش في جوج ديال لي سالير، وباقي التالي دو ترونش دو بريم سيغناتور، الله يكون حسن العوان، ولكن خصنا نفكروا المصلحه ديال الجميع في هاد الحاله هادي، ما نفكرش في المصلحه ديال واحد اللاعب ولا المدرب ولا المصلحه ديال الكره القدم المغربيه. كنظن ان دوك اللاعبين محتاجين دوك فليسات ديالهم وي، ولكن ملي كتشوف الانديه كنعرفوا ان واحد 60-70% ديال المداخل ديالها كلها من عند السلطات المنتخبه والسلطات المحليه، السلطات المحليه الان مشغوله بهذا في واحد في الجماعات اي مؤسسه تابعه لوزاره الداخليه وقفت جميع الدعم لما عنده حتى علاقه بمحاربه الوباء، يعني في جميع يعني لا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لا الفرق، لا كلهم جماعات ترابيه كلشي اللي تابع لوزاره الداخليه، وبالتالي بزاف الفرق اللي عايشه على هذا الشيء هذا ما لقاتش دعم، ما لقيت ريال. دابا هذا هو الاشكال اللي كاين، الرؤساء والمسيرين ديال الانديه ما لاقينش مخاطب، واش غادي تمشي عند رئيس الجهه ولا رئيس المجلس البلدي ولا عامل المدينه وتهضر معاه في موضوع الكره؟ دابا كتجي شويه ماشي هذيك، بالتالي كاين الوضع صعيب شويه. كنتمنى انا بالنسبه لي كنتمنى ان تكون توضح الرؤيه من هنا ل 20 ماي، توضح الرؤيه بصفه نهائيه، ونعرفوا شنو كاين، واش غادي نلعبوا ولا غادي نساليو، لان هاد خص يكون فكره محدده او راي او قرار محدد. يعني انت شنو ابعد تقدير عندك يقدر يصبر اللاعب دابا حاليا انا نفسيا؟ يعني انا تنقول بلي صعيب مورا اسبوعين ما نعرفوش الفرق، ما يعرفوش راسهم واش غيستمروا في موسم او لا. دابا اللاعب هذاك حقه، ولكن اللاعب ما كيعرفش بعض، باقي ما كيعرفش شي حوايج. دابا مثلا مسير ما كاينش دابا المداخل، خصو يقلب باش انه يجي مداخل،
حتى ذاك المسير باش غيقلب يعطيك من فلوس ديالو هو يسلف الفرقه، المداخيل واقفه، الاقتصاد واقف، ما كاينش لي سبيس، لي سبيس ما كاينش في السوق. لي سبيس ما كاينش. الله يكون حسن العون، كاينه ازمه، كاينه ازمه. شكون ازمه؟ كاينه ازمه غتبقى التبعات ديالها الى سنتين ثلاث سنوات، راه ماشي ساهل هادشي. راه ماشي احنا السي مراد، راه قطاع ديال السياحه واقف، ديال الملاحه واقف، الطيران واقف، شركات 60% ديال المقاولات موقفين الانشطه ديالهم، 60% ديال المقاولات موقفين الانشطه ديالهم، النقل واقف، الاستخلاص ديال الضرائب، ديال القروض، ديال المحصل، راه بزاف، راه عرفتي شحال حاجه واقفه. راه خصنا نفهموا الامباكت، راه الامباكت ديالو اللي كتجمعوا راه صعب وصعب. ولكن 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 ما خصناش نساو اللاعب عاوتاني. اللاعب مثلا انا كما كنهضروا دائما حنا على الدوزيام ديفيزيون، اللاعب مسكين عنده مدخول ديالو، عنده سالير ضعيف، كيشد 5000 ولا 4000 درهم. هذا رمضان شهرين ولو كونفينمون، هذا الحجر الصحي تبارك الله تبارك الله، المصروف فيه اكثر من الايامات العاديه. انا بالنسبه شخصيا المصروف فيه اليومي في المنازل راه مدوبلي. نعم. بالنسبه للعائلات، لان كلشي في الدار، كلشي كياكل لي غوبا مزيان، كلشي هادي راه غيكون حسن العوان. حتى داك اللعاب خصنا نفكروا فيه دائما. انت مع دائما انت مع نفس القضيه ان خاص المنافسه توقف. هنا القضيه راه هنا بجوج حوايج، ما انت ماشي يخرجوا القانون، ولكن صعبه صعبه قانونيه في بريمير ديفيزيون، الناس ما مكملاش الماتشات ديالها، صعيب نعطيو بطل. نعم. دوزيام ديفيزيون اقل، ولكن الا درنا نظام دوزيام ديفيزيون راه خصو يدير في بريمير ديفيزيون، هذا هو الاصعب. تفضل مراد. شوف بريمير ديفيزيون، انا بالنسبه لي بريمير ديفيزيون يتلعبوا لي ماتش روتار، يعني نوصل 21 كلاسمون، نوصل 21 يتلعبوا لي ماتش روتار ويأريطيو الكلاسمون. نعم. حيت الفرقي ديال بريمير ديفيزيون، فرقي ديال بريمير ديفيزيون عندهم امكانيات باش يمكنهم يديروا لي بي سي ار اللعابه ديالهم كاملين، عندهم امكانيات باش انهم يقدروا يدخلوا في دي كونسونطراسيون طوال، اللعابه يترينيو ويبقاو مجموعين ما يخرجوش. هاد الامكانيات كاينين، ويمكن انك تلعب دوك 15 ماتش روتار من هنا للشهر الاخر ديال شهر 6 ولا البدايه شهر 7 تكون كملتي. اما باش تلعب لي ماتش روتار وتلعب 10 دورات ولا 9 دورات اللي باقين، سي امبوسيبل بالنسبه لي انا شخصيا. جواب واضح للسي مراد فخير، ومن الشيخه يرون ان اذا استمرنا في هذا الموسم سنؤثر على الموسم المقبل، ونقولوا ما نجحنا في هذا الموسم ما نجحنا في الموسم الماجي. كاين اللي كيشوف بانه الا درنا موسم ابيض ودرنا نفس قانون القسم الثاني سنظلموا الناس دابا على الطلوع، لا شباب محمد الى الماصو بدرجه اقل الراك الراك. وكاين اللي تيقول بالوداديين وداك حقهم في التساؤل، تيقول لا سيدي علاش ما نديروش الراتيو ديال فرنسا نظام نسبيه ونعطيو البطوله للوداد، واش هذا ممكن نديروها في ظل وجود هذه المباريات، في ظل ان عندنا ماتش باقي ما عرفناش المصير ديالو اللي هو ديال الدفاع والرجاء. تصور كبير وتساؤلات كنت اتمنى تكون هي محور النقاش اليوم في اطار تبادل الافكار، ولكن لم تكن اليوم في اطار تبادل الافكار. نتمنى ان شاء الله في لقاء قادم، لان باقي الوقت باقي في اللي يقدروا انهم يديروا لقاءات اخرى بطبيعه الحال. تحياتي مراد. تحياتي امين ورمضان كريم، وشكرا نديم على التواصل، وشكرا لك انت على التواصل وعلى المستمعين وعلى الترحيب ديالك طبيعة الحال. مراد فلاح، شكرا جزيلا مراد فلاح. غادي ناخذ السي احمد الحلو، نحاول نعاود نتصل بالسي حسن بالخيدر، ولا ما تمكنش ناخذ السي احمد الحلو غدا ان شاء الله. نحاول يكون معايا طريق الساقي والسي محمد المغودي، لان الناس ما هضرت معاهم بزاف في هذا الموضوع، نشوفوا واش كانوا كيفاش جاهم هذا اللقاء، واش شفى الغليل ديالهم في التساؤلات اللي كتجيهم تم عند الشارع، لان حنا كيجينا تساؤلات. اتقوا الله، حنا شغلنا سي خليل الشيني مابقاش كنقرا التعاليق، لانه للاسف للاسف سي خليل راك انت اب وتتعرف اش واقع. الناس دابا ولات مهووسه بالفكر ديال انني غادي نكلاشيك، وهذا الكلاش خذا واحد الابعاد اخرى اللي ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى معنى. تنقلم شخصيه خويا على قبل شخص ما تنعرفوش، يعني رئيس الوداد رئيس الرجاء واللاعب الوداد لاعب الرجاء، وتنولي تنحب واحد الكيان اللي هو فقط لوغو توني، يعني ديك اللاعب توني هو عقد بدا في الصباح بانون اولا الداري غيدير عقد مع فريق يقدر يكون واضح هنا في المغرب، وغيولي تدافع عليك الفريق. الاشاره راه السي بدر بانون كان يدافع عن تبركان، وكان غادي يكون لاعب تبركان بصفه نهائيه لا ولا تدخل، وكلام على مسؤوليته، سيروا سولوا اللي بغيتو، سولوا اللي بغيتو،
في نهايه كاس عرشنا تبركان وفريق الفتح الرياضي، كنت قلت انا ذاك احد مسؤولي الرجاء اللي كان، قلت له ودي هذا اللاعب حشومه ما يكونش في الرجاء، قال لي انا عندي احسن منه، لانه كان انا ذاك وهذا، وضغطوا بعض المحبين والمنخرطون الرجاء لرجوع بانون اللي كان غادي يكون لاعب من تبركان، كان غادي يكون لاعب من تبركان، ومن بعد رجع الى فريق الرجاء الرياضي. كان هناك اتفاق بين اللاعب اللي مشى لو ماليان اللي هو كوليبالي اللي كان مشى للنجم الساحل بانه غادي يدخل في هذه الصفقه وغادي يولي، وهذاك حقهم لان بانون راه كان مشى بريتي وداد فاس وما نجحاتش في فتره الاعاره، لان كان ظروف صعيبه في بريمير ديفيزيون وداد فاس، ثم مشى الى تبركان وكان موسم ناجح بجميع المقاييس مع فريق تبركان اللي كان يلعب فيه كرسمي السي بدر بانون. وانا ذاك كان يقدر يكون لاعب ديال تبركان، الاقدر شاءت بانه رجع الى فريق الرجاء الرياضي وبقى تولى عميد بشخصيه جيده بطبيعه الحال السي بدر اللي تنحييه بالمناسبه. سي بدر بانون لاعب فريق الرجاء الرياضي. دونك اولا انا جبتي مثال راه كره القدم لا، وحنا ماشي في نفس المجتمع دي مثلا الاسباني اللي كيدير بيكي تيبقى كلاشي في الريال وكيجي راموس كيكلاشي لبرشلونه، انه راموس ماشي محب ريال مدريد نهائيا، غير باش نفهموها، راموس هو انسان جا من فرقه اخرى ولكن مكونه بانه مثلا بقى في الريال ولا امبليماتيك فريق ريال مدريد وفاز بألقاب كثير، إشارة راموس راه كان غيمشي وضرب مع فلورنتينو بيريز امام الجميع وقال له اعطيني الفلوس اللي تنتمشي في حالي، اي راه يقدر يكون كيتسال فلوس كثيره لان لو سالير ديال 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 راموس طالع. راه كره القدم هي ديال اللاعب تيدافع على التعاقدات، وكاين بعض اللاعبين اللي تيستمروا لمده في داخل بحال جيرارد اللي استمر في ليفربول، توتي والقصه ديالو في روما، مالديني في اسي ميلان وغيره من هاد اللاعبين اللي ضربوا سنوات وسنوات. وكاين امثله بالمغرب فخر الدين بالوداد الرياضي مثلا اللي استمر بقى وفي لقميص فريق الوداد الرياضي مثلا واعتزل فيه وشاف حالته من الكره فيه، بن عبيشه وغيره من اللاعبين. السي احمد حلونا كنتصل بك انت السي احمد وانت ما تجاوبنيش، انا غنعاود نتصل بطبيعه الحال بالسي احمد حلو، كنظن السي احمد حلو معايا على الخط لان عنده وجهه نظر في هذه القضيه وكان من الناس اللي تناقشنا معاهم. انا السي احمد مساء الخير السي حميد، مساء الخير بمشاهدات ومشاهدين اوريزون تي في. سي احمد يمكن تابعتي اليوم اللقاء التواصلي ديال اللي كان ديال مكتب المديري الجامعه مع مختلف فئات ديال كره القدم الوطنيه، هل لقيتي الاجوبه اللي كنتي كتسنى؟ تفضل سي احمد. اولا بطبيعه الحال تابعتها عن قرب من طرف واحد صديق من الاسره ديال كره القدم المغربيه، اتحفظ عن ذكر الاسم ديالو بطبيعه الحال. صراحة لم أتفاجأ بينما كانت هناك قراءات، كانت هناك قراءة مستفيضة من طرف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع الذي أخذ الكلمة بإسهاب وبحال اللي دار واحد التوجه للرؤساء للأعضاء للعافة في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وان الخلاصه اللي كانت هو انه يتشبث بمنظوره يتشبث باتمام الموسم الرياضي كيفما كانت الاسباب والمسببات، الا ان هذا يبقى شريطه ان تكون هناك ارضيه اللي غادي يسترها هو المسؤولين على الشان الوطني ككل، ولذلك هو عاهد الى السيد الحجوي أن يترأس واحد اللجينة اللي فيها ممثلين عن المجموعة الوطنية عن العصبة الوطنية. سي احمد لو سمحت أنا درت الخلاصة ديال النقاش، يعني درتها أنا أنت كمتتبع كان عندك آراء وجاوبوك الناس على التساؤلات ديالك، وإلا ما جاوبوش شنو كنت كتنتظر وشنو هي النظرة المستقبلية الخاصة؟ أنا كنت تنتظر بأن يكون هناك تحول في الرؤى وفي تنفيذ القرارات، لكن للاسف دار لقمان بقيت على حالها، لان بقينا تنشوفوا عاوتاني المسؤولين ديالنا على القطاع الرياضي لا زالوا مقيدين بقرارات من الدوله، وهذا في حد ذاته انا اعتبره زعما لا شيء تغير، خاصه بعد الحراك ديال 2011 والدستور الجديد ديال 2011. كنت تنتمنى ان تكون هناك استقلاليه
عند الناس المسؤولين عند الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. لا الاستقلاليه صعبه، على الاقل اقتراحاتكم اقتراحات موضوعيه، الاستقلاليه صعبه. ممكن شي هو يقولوا غير رجعوا نلعبوا، الحكومه ما عطاتهمش التاشير مثلا. لا 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 ماشي هذا هو القصد ديالي سي. تفضل وضح وضح اكثر. لا لا وضح. لا ماشي هذا هو القصد ديالي بتاتا، ماشي هذا هو القصد تفضل ديالي. تفضل تفضل سي. كان خصهم لان تنعرفوا المنصب ديال فوزي القجع من غير انه رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، عنده منصب وازن داخل الدوله داخل هو في خليه الازمه، هو في خليه الازمه اكزاكتومون، هو في خليه الازمه. إذا كان في إمكانه أنه على الأقل على الأقل قبل ما يأخذ الضوء الأخضر من عند المسؤولين، على الأقل يعطي واحد المسائل واضحة المعادي، واحد خريطة طريق. أن مثلا أعطيك مثال باش نوضح لك وللمستمعين الكرام، أنه كان في إمكاننا جميع الفرق المتداخلين في اللعبة، لأننا تنشوف بعض القرارات اليوم بأن تخفيض الأجور إلى ما بين 20% إلى 50%، ناخذ الآراء ديال اللاعبين، ناخذ الآراء ديال المدربين، ناخذ الآراء ديال وكلاء اللاعبين، ناخذ الآراء ديال الصحافة السلطة الرابعة. ماشي هادشي نجيو ونسقطوا القرارات من الفوق على كل شيء. نقول بحال دابا حنايا الخلاصة ديال اليوم أنا اللي استشفيتها زعما وباينه ليس زعما القرار اللي غنقول لكم خصكم تبعوه بوان فينال. حنا ملي تنشوفوا عندنا في اوروبيين ولا ما تنشوفوش هادشي، تنلصق القرارات ديالو مع القرارات ديال مع الخطاب اللقاء الصحفي ديال الوزير الاول اليوم السي العثماني، انه هناك لا زال هناك تخوف من المستقبل. لم اذا نرجع لنفس القرارات اللي كنا غنكون تكرار في نفسي مع التدخل اللي دخلت معاك بزاف، ان هناك لا زال هذا الوباء هذا بما ان ما جبرنالوش لقاح وداكشي وداكشي. ولا سمحتي لي السي حميد غنتوسع لك دابا نتفرع بان ملي تنشوفوا بعض البطولات من بعد البطولات الاوروبيه اللي دابا تنشوفوها بان غتنطلق منهم البوندسليغا، تنشوفوا الشروط المقيده. بالله عليك السي حميد انت شغوف، تنعرف انت شغوف كثيرا بكره القدم، فنحلاوه تكون في كره القدم بهذيك القرارات المجحفه لا تولي من غير ان تلعب ب ب ب ب ويكلو، ان ما يكونش هناك سلام في الاول ما بين الحكام، وهذا ما يكون شرب الماء اللي لاعب ما يشربش من الماء الاخر، الاحتفال بالهدف ما يكونش زعما شنو هي هاد الحلاوه ديال كره القدم. وكاين تناقض فهاد الشيء، اذا طبق هادشي بحذافيره ما نديرو بحال دابا شي كوفره ولا شي كورنيش وتنقولوا لو ميغ ما يتسترش، هادشي غير معقول. حنا اليوم تنشوفوا ولينا تنتبعوا للاسف الغرب اللي عندهم مصالح اقتصاديه محضه 100%، يعني عندهم القطاع الرياضي يرتبط بالقطاع الاقتصادي عكس حنا. حنايا حنا عندنا المدخلات ديال القطاع الرياضي اللي من تجي من عند الدوله، والدليل على شيء هو ان وزاره الداخليه مؤخرا حجبت على الجهات انها تعطي الدعم ديال الاقتطاعات ديال شهر ابريل ومارس. اذا هاد الفروق هادو خصنا حتى هما نستمعوا ليهم، نسمعوا الشكاوي ديالهم، نسمعوا المصاعب اللي توجههم. حنا عاوتاني سمعنا اليوم في اللقاء ديال الجامعه الامريكيه المغربيه لكره القدم بانهم غادي يقتنيوا المعدات التي سوف نختبر بها اللاعبين قبل في التدارير، قبل في المعسكرات، قبل اللقاءات، ما بعد اللقاءات، شراء اموال شيء. واش حنايا مستعدون الى هذا؟ واش الفرق مستعدين باش يواكبوا هاد الميزانيه الجديده؟ أما باش نجيو نقولوا السي الحداوي راه خصك هذاك سميتو دير واحد ان بلون داكسيون مع اللعابه باش تنقص لهم 20% ولا 50%، كلشي دابا غادي يتفقن هنا كلشي غادي يقول لك راه سواسيه. ولكن ما نساوش ان عاوتاني نرجعوا بان الحيز الرياضي راه عنده 10 سنين. انا تجي تقول لي عاوتاني نخفض 50% وما عنديش لا كي سوسيال وما عنديش وما عنديش وما عنديش، نلقاو عراقيل. والا الا كنا مجبرين نقولوا الناس لعبوا غادي يلعبوا بدون روح، غنبقاو نشوفوا حتى المقابلات. يمكن انا ماشي ضريع فاش تلعب كوتي فوت ولا كوتي سبور ولا مارك، لا اشهار هذا اشهار لا اعتذر. المهم زعما هذيك المراهنات الرياضيه غنولي نلعبها فاسيلمون، غنولي نعرف النتائج ديالها زعما مسبقا، ان الفريق الطموح اللي عنده دار يلعب على اللقب وهذا واللي واحد المانتيا ما عنده ما يدير بالماتشات باش ما يخلص لي بريمو داك الشيء زعما عادي بالنسبه ليه، بالنسبه للعاب ما يديرش شي مجهود مضاعف. فهمتي يا السي حبيب؟
إذن هذه القرارات المتسرعة والغير واضحة المعالم، رغم أن ما زلت أكد عليها بأن دائما كنا تنقولها أنت السي حميد كنت تقولها وجميع المتدخلين معك بأن لا سلطة تعلو على السلطة ديال الدولة، هذا شيء جميل، ولكن كنت تتنادي عليه وبفضلك وبفضل بعض المجهودات القليلة جدا ديال بعض ذلك سميتو، ولينا تنشوف هذا النقاش هذا اللي تحركت المياه الجامدة لأن عدو لينات، ولكن هذه المياه الجامدة للأسف تحركت شيء بحالي كنا تتمناه، كنا بحالي تنشوفه هذا بحالي قلت انت أمس ولا أمس على ما أظن، كنا تتمناه أن الناس يخرجوا المسؤولين اللي في الجامعة على الأقل يدلوا بدلوهم، اليوم كان لا بدلوهم لا والو، كان شنو غنديروا شنو غنديروا شنو غنديروا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صافي ما كاينش آراء. في رأيك بكل صراحة هل ممكن إكمال هذا الموسم؟ بكل صراحة. بكل صراحة أنا من خلال قراءة اليوم يمكن نغير الرأي ديالي بأن المسؤولين لا على لينا مثلا نقول فوزي القجع تنقول الدولة لينا قلت هذا بعد هم مصرون على إتمام الموسم، وإن استدعى أنا في الأوف هضرت مع السي اللي كانت يمدني بالمعلومات من داخل الجامعة الأمريكية المغربية لكرة القدم، قال لي السي أحمد واخا نكمل الموسم تاع ما تم شهر ديسمبر هكا بالحرف. هذا ممكن ما فهمش كيقول. لا 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 انا كنت نقول لك بامانه لولا ان عطيتو يا كان يا كان في يا كان صايم يا ما فهمش كيقول انا غنقول لا لا السي حمد انا غنعاود انا برافو عليك قال لي يمكن غنمشيو نحوروا المواسم قال لي حتى في العالم الاسري غادي يوليو موسم هذه حاجه اخرى هذه حاجه اخرى الموسم ديال بحال دابا غنبقاش نقولوا 19 20 غنبقاو نقولوا موسم 20 اي نبقاو نبداو من 1 جونفي حتى 30 ديسمبر شويه علينا هكا هكا بحال هكا تيهضر معايا بحال هذه اللغه هذه بالضبط تقول لك سيدي بشوي علينا انا لولا انني اتحفظ على الاسم ديالي لان عهدت باش ما نذكرش المصدر ديالي كنت نذكر اكزام بيان سور السي زينار تصعبني انا صريح انا نذكر ما عندي حتى شي اشكال ولكن انا بالمنظوري ما استشفيته اليوم من خلال كلام الوزير الاول ومن خلال ما ما ما, ما يدور في الفلك ما زال اتشبت برايي انا اقول بان الموسم صعب اكماله في ظل هذه الجائحه وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعانون منها الرياضيون لأنه هم الأساس خصنا نشوفوا حنايا الأساس السي حميد ما نشوفوش في البيرويات نشوفوا الميدان شنو راه يعطينا نشوفوا الرؤساء أنا لأول نوبة في حياتي وأعترف بها أنا أعترف بها دابا على الملا لأول نوبة تنجي من الرؤساء سيرتو متأكد بالملموس بأن السيفونسيون اللي تتعطاو اللي كانوا تتعطاو لهنا دابا تحرموا منهم تنعرف انا بزاف ديال الرؤساء اللي قراب ليا ما عندوش اللي يجيبوا الفلوس ما عندوش اللي يجيبوا الفلوس دابا ما كاين لا دعم لا جمهور لا سبونسور لا حتى حاجه ما عندوش زياده قلت لي الجمهور سمح لي طولت شويه حيت بغينا خدينا القسم الاول بلا حساسيه بلا والو تنعرفوا انا مثلا فرق ديال مدينه الدار البيضاء يعتمدون كثيرا على الجمهور ديالهم تتقول لهم نقصوا لكم من هذا ما نعطيكمش هذه ما نعطيكمش سميتو ديال الجامعه ما نعطيك نحرمكم حتى من الجمهور واش غنديروا مثلا الرجاء نعطيك مثال الرجاء هذه الاماره كانت تعول كثيرا على المنحه وهي كانت قريبه بانها تفوز بكاس عرب هذا واقع اذا كانت غتجي على الاقل 7 مليار دابا هذيك 7 مليار ولات معلقه يمكن ما تاخذهاش نهائيا لان الاتحاد العربي اعطى اشارات قويه بانه لن يكمل المسابقه ديال كاس محمد السادس للاسف اذا هذيك الرؤيه اللي كانت تتبني عليها الرجاء راه ضايعه اذا الرجاء الى طلب الزدابة الى ضرب الزدابة بحال دابا تعويض ولا شي حاجه ولا هذا راه عنده الحق وعنده تكاليف باهظه عند اللاعبين عند الرواتب ديالهم عند 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 المستحقات ديالهم بزاف راه دابا اللي تنشوفوا السي حميد فكرتيني فواحد القضيه بموضوع تيجبد الموضوع وانا تنشوفوا في الفريق الاول ما بالك بالفئات الصغرى الشبان والفتيان المؤطرين ديالهم المؤطرين ديالهم الناس يخدمين معهم المؤطرين ديالهم اذا دابا الشيء هذه كل شيء بهذه العباره هذه عن, عن عن بعض الفروق غادي يقولوا المؤطرين لارك سميتو الفئات الصغرى يقول لهم لا نشوفوا اللي كيبقى وهذا غادي يكون واحد ضرر كبير واحد الجنحه تنرتكبوا واحد الجنحه في كره القدم المغربيه انا لولا اننا نحيدوا واحد نص ربع موسم كاع ماشي تارك سميتو نسمحوا فيه ونبداو عاوتاني موسم جديد في سبتمبر ان شاء الله نطلبوا على الله ربي يرفع عنا هذا الوباء هذا ويجي العفو من عنده لان دابا لحد الان العلماء كلهم تيقولوا خصنا ننتظروا واحد على الاقل واحد عام ونص راه ميت نشوفوا ترامب البارح تجي خطب تيقول لك لا سميتو الرحلات الجويه ما بين بلدان راه خصنا نتسناو عام ونص
صافي ديال الانسان طو ما جبرناش اللقاح طو راه يدينا في قلوبنا. اذا خصنا نجبروا واحد الحل اللي نتماشاو معاه وتصنتوا. هذا هذا اللي تهمني انا، ما تهمنيش راي ديال احمد الحلو انا امبوز عليه، لا تهمني انا يمكن الى قنعوني اللاعبين اللي هما اللي راك سميتو المؤطرين الصف الثاني ورؤساء الانديه يقولوا شنو هما المشاكل اللي عندهم تعيقهم باش يسيروا هذيك البطوله او ما يسيروهاش، غنقول امين. انا براسي اشتقيت الاجواء ديال الكره والاجواء ديالها، ولكن بهالشيء اللي تنشوفوا والقرارات اللي تتوحي لنا اللي تتبعتها لنا هي فيفا، لا فيفا اكثر كاع على جهاز كروي في العالم تيقول ما غادي يبقى الطعم ديال كره القدم نهائي، ما غادي يبقاش طعم الكره القدم. كيفاش فريق ديالك المفضل غادي يسجل اصابه وما تشوفش حتى التلفاز، حتى التلفاز الفرحه ديالهم على الاصدقاء ديالهم وداك الشيء. اذا هذا ضرب من ضرب خيال، غنشوفوا عاوتاني كره قدم اخرى، واش غنبغيوها ولا ما نبغيوهاش الله اعلم، خصنا تنعيشوها ونحتكوا بها. وكذلك كان خصنا ناخذوا بالاراء ديال بعض رجال الاعلام الاكفاء اللي عندنا ناخذوا من الرابطه من الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه، وتاهما نشاركوهم في هذا الاراء هذا ونعجنوا هذوك الاراء ونخرجوا العجينه. اما اليوم كان جبل تولد منه فأر والسلام، صافي شي هذا هو الخلاصه العامه اللي يمكن نختم بها اليوم المداخله ديالي. شكرا وتحياتي سي احمد، شكرا لك. مرحبا سي محمد. كما قلت غدا نرجع مع اخوان اخرين، سي تامي التازي نجاوبك على النقطه ونجاوب حتى السي ياسين. مساله عدم اتمام موسم هو ما تجيش تراكمات ديال ازمه ماديه موسم على موسم اخر، لان ديجا غتكون عندك تراكمات ويكون عندك عقود ما كملتيهاش وما خلصتيش مستخدمون وعائدات اشهار اللي واش غتجيب ولا ما غتجيبش، لان مؤسسه ملي غترجع دابا مثلا بعد 3 شهور ملي كيشوف يرجع ويخلصك انت غيقع عنده بزاف ديال الاشياء اللي خصو يخلصها، هي اساسيه باش يمشي الى تمويل هاد السبونسورينغ او هذا اللي كيعتبروه بزاف غير اعانات ما كيعتبروش داك وين وين. هذه واحد النسبه للكلمه اللي قال شار لها رئيس الجامعه، قال واحد الجواب واحد الرئيس قال له ودي لو كنتم شركات واقفه على رجليها واستطعتوا انكم تخرجوا هذا القانون وتكونوا شركات ما كنتوش غتسناو الازمه، كنتوا تقدروا تمشيو للابناك وتاخذوا قروض. إنما راه شحال من فريق دابا قدر انه ياسس شركه ويولي شركه وعنده المسائل ديالو كامله مضبوطه، ما كاينش شيء، لا وجود له بطبيعة الحال. تحياتي لكم متابعينا، غدا إن شاء الله لقاء آخر مع إخوان آخرين. تحية الخير فرحان اللي كان معنا ورا الكاميرا، إلى اللقاء.